متابعينا ومشاهدينا جريدة أهل مصر، معكم مراسلكم حسن حسين، وهنا معانا قصة فاطمة الشيمي. فاطمة الشيمي اللي كانت مشردة في الشارع وحاليا دلوقتي يعني معاها ملايين. احنا هنعرف القصة من البداية ازاي كانت على الأرصفة ودلوقتي بقت مليونيرة. انها من الفقر الشديد اصبحت مليونيرة، اصبحت يعني في عيشة اخرى مستقرة، و بلغة الجمهور بلغة الناس عايشة مرتاحة. فاطمة الشيمي بنت ناس جدا، وست اتربت وعاشت في فرنسا، وعندها كان عندها زوجها دكتور كبير، وعندها بنتين وليها اخوات ما شاء الله مستوى برضو، ومثقفين ومتعلمين ودكاترة، وليها حياة. لكن للأسف فاطمة افتقدت كل الثقة في كل الناس، وما لقيتش حد فجأة جنبها لحد ما بقت في الشارع من 2014، ويمكن من قبل كمان هي في الشارع. فين اخواتها وفين اولادها وفين جوزها وفين هم؟ كل ده من اللي هي فيه. ست عاشت شبابها زي القمر، وكانت جميله جدا، وعمرها ما اذت حد، وطول عمرها كانت يعني انا شفت صور ليها كتير زمان، يعني اختها لما جت لي هنا ووريتني صور فاطمه الشيمي ووريتني ورقها وكل حاجه. فاطمه الشيمي كمان كان عندها ورث، الورث ده انا ما اعرفش عنه حاجه، ما اعرفش هل اهلها خدوه منها ولا سلموه لها، يعني هي ما قالتليش النقطه دي اختها، بس قالت لي ده ليها ورث، بس الله اعلم مين خده. غير عايزه اتكلم على احنا ممكن أيوه. نسمعها لو نديها مساحه وتتكلم معانا يكون افضل. عايزه اتكلم على موضوع التامينات والموضوع بتاع الموظف والكلام ده. فاطمه الشيمي كان عندها تامينات ومعاش بتاع باباها ومامتها. ما انا بشرح لهم اهو. احكي احكي طيب. التامينات حضرتك بتاع كانت مشيت البكري، خدت الموظف خد في شرقت، عملنا فيه غيرها، الموظف عايز رشوه. الكلام ده من كام سنه؟ من سنين. الحاجه فاطمه معلش احنا بنعتذر لحضرتك، احنا عايزين نعرف قصتك من البدايه. انا بكلمك على الملاك على نعرف اسمها. تسع سنين حقي رايح بكلمك على الموضوع ده دلوقتي عشان خاطر المسؤولين يسمع. الفيزا سرقت، عملنا فيه غيرها، في واحد اسمه محمد علي في التامينات بدون ذكر اسماء معلش. لا ده عايز اذكر اسماء عشان هو خرب بيتي 9 سنين بسببه هو. هي بسببه خد يعني خد طيب. خد الفيزا ما رضاش يسلمها. طيب حاجه فاطمه طبعا احنا مقدرين كل ده والعيشه الصعبه اللي انت كنت فيها. دلوقتي بنتكلم دلوقتي على سيبها تحكي لك الحكايه. انا 9 سنين مظلومه، والتامينات هي اللي ظلمتني. انا هكلم نفسي. الحمد لله امبارح بقى رحنا التامينات وقالوا فعلا من 2014 هي ما خدتش فلوسها، معاش ابوها وامها. طب قلنا لها هناخد الفلوس دي ازاي؟ قالوا لازم تفتح حساب بنكي. دخلنا فتحنا لها حساب بنكي بسرعه. المشكله البدايه ان واحد خد منها الفيزا من 9 سنين تم، وهي بقى هي تعبت بقى خلاص، بقت هي في وسط الحياه مش عارفه ترجع حقها ازاي. الفيزا لما شرف عملنا فيزا غير الموظف اللي هو في التامينات بتاعت الحمامات بتاع مشيت البكري، ما رضيش يروح يجيب، عايز رشوه، ما دفعتوليش رشوه، قال لي روحي للتامينات بتاعت ابو غزاله عشان اسلمك الفيزا. رحتي؟ اتخانق معايا ما رضاش يسلمها لي، وشالت البوابين ما طلعونيش. عاملوها معامله وحشه وهي ست كبيره. معامله سيئه. من 9 سنين لحد النهارده ما خدتش فلوس. الكلام ده من 9 سنين. هتاخد فلوسها ان شاء الله، هتنزل في الحساب بتاعها باذن الله. بعدين دلوقتي بيقولوا لي ايه في عاوزين نسألك انت اتجوزتي من 9 سنين؟ قلت لها ما اتجوزتش من 9 سنين، ما اتجوزتش ولا هتجوز خالص. ايوه. فانا دلوقتي بواجه للتأمينات بتاعت بركة الحج. ايوه، علشان خاطر حضرتك 9 سنين. عشان هم قالوا ان هم كانوا عايزين يخصموا 5 سنين، يخصموا من 4 سنين ويدوها 5 سنين بس. تمام؟ فيدوها كام؟ 5 سنين. فهي قالت لهم لا انا ارفع عليكم قضية واحنا واقفين. كان معانا المستشار عبد الحي. طيب قال انا ممكن ارفع عليهم قضيه. فهم قالوا فكره حلوه، قالوا لو طلعت ما اتجوزتش خلال 9 سنين هيدوها فلوس. ما شاء الله. طيب دكتور سمر، يعني الامر المفرح المبهج واللي بيهم ايضا عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، اكيد دكتور سمر نديم بقى ليه عدد كبير من المتابعين. الحمد لله. عدد كبير من المتابعين. الجميع بيتكلم على قصه يعني حياه
ده الحاجه فاطمه الشيمي اللي تحولت راسا على عقب، تحولت من الفقر الشديد الى يعني حاجه من الاستقرار والغنى. ماشي بس برضه فلوسها دي ليها، انا عمري ما اخد منها حاجه ولا هي عمرها تدي لحد حاجه. طبعا عارفين فلوسها بتاعتها لان هي عندها اولاد وعندها اهل، ولكن باستفاضه او خلينا نقول باختصار اكتر او بايجاز شديد نعرف ازاي ده حصل، ازاي الحياه تحولت كده. اتحولت إيه؟ من الضغط النفسي. كل بني ادم فينا ممكن يبقى عايش حياه سويه جدا ويبقى كويس، بس لما تحصل له صدمات ممكن يتحول يبقى بني ادم تاني. هي حصل لها صدمات، ولادها فين؟ انا بطلع رايفات كتير جدا بفاطمه الشيمي، نفسي مره بنت من بناتها يكلموني وهي مش بتقول لكم تعالوا خدوني، يعني هو هي نفسها تشوف ولادها، نفسها تشوفهم. هو كان تم الاستيلاء على اموالها من قرايبها طبعا. تم استرداد المبلغ ده؟ ما اعرفش. ما خدتش فلوس من اهلك من اخواتك؟ حقها جعلها؟ انا حقي ناس غرب واخدين حقي. ناس غرب وغريبه. مدام سمر الحق ده رجع يا دكتور سمر ولا لسه حتى لحظه غايب؟ ما ايه الحق الواحد اللي رجع اللي انا عرفت اساعدها فيه هو موضوع التامينات. بس مدام سمر كسر خلال 20 يوم الفلوس بتاعتها هتنزل. طب ما تشرح لنا كده اكتر معلش الفيديو الاخير الخاص بفاطمه الشيمي على صفحتك صفحتك الرسميه اللي فيه كلمتي عليها، طلعت قلت ان فاطمه الشيمي عاشت 9 سنين في تشرد وعذاب وما شفتش اخواتها غير دلوقتي وانا معاها في التامينات بيكلموني، واخوها جالي وعمال يقول لي هاخدها وهعمل واسوي. طب انت كنت فين من 9 سنين؟ انت كنت فين عشان تاخد اختك؟ ولا دلوقتي لما خلاص طلع لها معاش وطلع لها التامينات هتعرف تاخدها وتنزل على حسابها جاي تاخدها؟ قلت له كلمتين امبارح قدام الناس كلها في التامينات وكان الناس شاهدين على الكلام ده، قلت له لو خدت فاطمه الشيمي هتيجي تاخدها من الدار بوزاره مصر بمحضر رسمي، بس بشرط لو فاطمه رجعت الشارع هحبسك مش هسيبك، لان فاطمه محتاجه اللي يخدمها. احنا هنا فاطمه احنا بنقوم على خدمتها، يعني حاجه يعقل فاطمه هنا الناس هي اللي بتخدمها وهي اللي بتخلي بالها منها وهي اللي بتلبسها وهم اللي بيغيروا لها وهم اللي يعملوا لها كل حاجه. فاطمه الشيمي ست محتاجه رعايه، معديه 70 سنه، محتاجه ست زي امهاتنا، محتاجه اللي يحافظ عليها واللي يلبسها واللي يحضر لها الاكل. هي بتعرف تطبخ ولا بتعمل؟ ما احنا هنا اللي بنعمل الكلام ده، في موظفين قائمين على الكلام ده. هي ست كبيره ما تعرفش ولا تطبخ ولا تلبس ولا تروق سريرها ولا تستحمى ولا تلبس يعني مدام سمر موضوع صعب يا جماعه. عايز اسال حضرتك هل يحق لاي دار مشردين او دار مسنين ان هي تاخد المعاش بتاع الحاله اللي عندها؟ لا يحق طبعا، لا يحق طبعا، الا اذا هي امرت. يعني لو هي قالت انا عايزه اتبرع بمبلغ لدار زهره مصر او لاي مكان، او عايزه اطلع فلوس من حسابي اديها لاخويا، هي حره وباوراق رسميه. يعني هل مثلا هي لو طلعت فلوس وقالت انا ممكن اساعد دار زهره مصر او اساعد سمر نديم في اعمالها الخيريه، هنكتب لها بإيصال؟ هي عملت ده؟ لا ما عملتش، وهي انا ما اقدرش اجبرها على حاجه كده، ولو هي عايزه كده انا هقول لها لا مش خدتش حاجه اصلا، لسه الفلوس اصلا هتنزل بعد. هي بقى لها فتره قد ايه عند حضرتك؟ هي دلوقتي داخله في 7 شهور معايا في دار زهره مصر. 7 شهور غير المره الاولانيه، هي جت من سنه قعدت عندي في الدار شهر وبعد كده رجعت الشارع تاني، وبعد كده جالي بيها استغاثات تاني وحلمت بيها قبل ما انزل اجيبها. حلمت بيها ان هي قاعده تعبانه جدا وفي صوت بيكلمني بيقول لازم تنزلي تنقذيها، وفعلا كان الانقاذ في محله لان قدرت ارجع لها حقها وساعدها. طب هي كمستوى فكري او عقلي هل هي عندها ادراك تام ان هي مثلا قاعده عندك بمحض ارادتها ولا انا هي مش مبسوطه بقعدتي؟ هي مش عايزه تقعد، هي مش عايزه تقعد في الدار. يعني هي بتعمل في حياه مستقره، بتعمل في شقه شقه سكنيه خاصه بيها. طب حضرتك ايوه هي بقى النقطه دي اللي انا عايزه اتكلم فيها على اللايف. طبعا احنا بنكمل المتابعين والمشاهدات، ناس بتشوفنا نفسها تشوف بناتها، بس هي يا ست كبيره هتدور على بناتها في الشارع ولا نطلع بيها فيديوهات عشان نوصل صوتها لبناتها؟ ما حوش. طيب البنات يجوا هنا يزوروها فين؟ محدش كلمني غير اخواتها، وبعدين اخواتها اصلا مأمنيني عليها، قالوا لي هم شرطين لا يفضل تفضل معاكي في امانتك لما يجوا ياخدوها بمحضر رسمي، هم مش عايزين يجوا ياخدوها ارميها في الشارع. طب انا عايز اعرف حاجه، ليه الاشقاء ما يساعدوش الحاجه فاطمه تروح على شقه سكنيه خاصه بيها؟ ما هو اخوها عمل كده بالفعل قبل كده، قال لي انا جبت لها ازاي ست كبيره؟ انا مش فاهم. انا بس عايز اسال سؤال. ست كبيره معديه اي ما حدش سال فيها. بعد اذنك بس عايز اسالها معلش. انا مش عايز اقعد في الدار. ممكن بس ممكن سؤال معلش يا حاجه؟ عايز اشوف بناتي واخرج اشوف مكان. سؤال بس يا حاجه معلش. الامر ده مش بتاعي بتاع ربنا. سؤال يا حاجه قبل حضرتك ما تنوري الدار هنا. كنت انت بتشوفي بناتك وعايشة؟ ما بشوفش حد. طيب حضرتك كنت قاعده في الشارع مقيمه في الشارع؟ انا يا سيدي مش مقيمه في الشارع، انا اجرت اكتر من 200 شقه هنا في القاهره.
فين مرة اشتروا الكالون ماشي. لما هم جم اللي انا بكلمه هم اشتروا الكالون واشتروا ابن شارع. خليني بس خليني اتكلم معاك دلوقتي. انت لما جم هنا الضرب خدتك من شقه ولا خدتك من شارع؟ لا الجرخ كسر الباب عليا خشب وخدتني من جوه الباب. دي كانت عامله قش خشب في الشارع الكلام دون من حوالي سنه. طب احنا برضو واحنا خدناها بناء على الاستغاثات. احنا الناس كلها كانت بتصورها لنا في الشارع. وبعد لما رجعت المره الثانيه للشارع انا نازله واخداها معايا دكتور جابر. حتى دكتور جابر قاعد جوه. دكتور الامراض النفسيه خدته معايا واحنا بنجيبها. كانت نايمه في الشارع جنب شويه. لا انت مش عندك حاجه. انت كويسه انت كويسه. لما كان فين دكتور صبري؟ كانت قاعده في حته ناحيه الهرم كده في الشارع. تم العثور عليها يعني في خلال الايام القريبه الماضيه. وجا فتره كبيره. لا احنا بقالنا 6 شهور 7 شهور معايا في الدار. 7 شهور. طب خلينا نركز في النقطه الاهم. انت مش شايفه ان الدار هنا بتساعدك؟ لا انا مش عايزه الدار. انا عايزه اطلع اشوف بناتي واخرج اشوف مصالحي. هو ده بقى النقطه اللي انا بكلمك فيها. عرفتوا بقى ليه كل شويه انا بقول لكم يا جماعه عايزه صوتي يوصل لبناتها؟ الست دي بتدور على بناتها بقالها سنين. فين جوزها وفين بناتها؟ يروحوا ربنا يجوا يكلمونا. طبعا احنا بنتكلم في دار زهره مصر العنوان معروف ومألوف للجميع. واكيد هم شايفينها دلوقتي خارج بس وبقاش يجوا حابين يزوروا. الحاجه فاطمه بكل تاكيد هيجوا لها الدار. مش هم لو كانوا عايشين يعني مش احسن ما تنزلي تدوري عليهم في الشارع؟ ادور عليهم في الشارع، ادور عليهم في الدربة، ادور في اي حته. طب بتدور ما دورش. وصلي رساله لاولادك يا حاج. ايه وصلي رساله لاولادك تقولي لهم ايه؟ انا شايفاهم عايشين. ما هم هيشوفوك. قولي لهم بس رساله. يسمعوكي. قولي لهم رساله. قولي لهم رساله اذا كانوا عايشين اشوفهم. بس يبقى كتر خيرهم. قولي لهم تعالوا عايزه اشوفكم. ما انا بقول اشوفهم. ما انا بقول لهم ايه؟ ربنا يخليكي لينا يا ماما. فكره بقى التاج الابيض ومساله التكوين جديد اهلا مصر زي ما احنا شايفين. احنا يومنا حلو بالتاج الابيض وحضرتك لابسه نفس التاج يعني. احنا عندنا النهارده احتفاليه في مفاجاه انا هعلن عنها بس مش دلوقتي. بعد شويه بعد ما يتم التجهيزات بس هعلن عنها قدام كل سيدات القصر وهم قاعدين تحت ان شاء الله. طيب على هامش الجهود المبذوله من دكتور سمر نديم. كلمينا كده عن طبيعه اللقاء ده مع بينك وبين وزيره التضامن دكتور نيفين القباج واخر التطورات او التحركات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي تجاه سمر نديم ومؤسساتها. طبعا انا بشكر معالي الوزيرة نيفين القباج على طبعا تعاونها معانا وانتظروا ثمار ان شاء الله التعاون بيننا في دار سيدات القصر. احنا هنعمل حاجات حلوة وبشكرها جدا على تفاهمها للوضع اللي انا فيه وتعاونها معانا وربنا يقدرها تعمل كل خير ان شاء الله. وربنا يجعلها دايما يد العون لينا. فانتظروا المفاجآت ان شاء الله. يعني احنا طبعا موكب كنا متابعين مع حضرتك في الاونه الماضيه معظم الازمات والمعاناه اللي بتتعرضي اليها في القصر في مؤسسه زهره مصر. بعد مقابله نيفين القباج الامر اختلف. لا خلاص بقى هي قالت لي كده يعني الازمات اتحلت. قالت لي لا الحمد لله اتحلت كتير. وهي قالت خلاص هي وقفت كل اللي حصل من الموظفين اللي تحت لان في موظفين كتير خدوا قرارات وعملوها من غير ما يرجعوا لمعالي الوزير. احنا فعلا كنا كده. هي وقفت الكلام ده كله عن ورق خاص بزهره مصر. لا هي اي طبعا كل ده موجودة. لا كل ده هي مفيش حاجه ترخيص غير موجوده. احنا مؤسسه خيريه مشهره عندنا ترخيص جمع مال. مش حضرتك يا فندم المقصد من كلامي المتواجد من موظفين داخل التضامن. هم اللي عملوا حاجات وخفوا الورق بتاعي وفبركوا ورق مش من عايزين بس ومعالي الوزيره وقفت كل الكلام بعد اذنك. مش عايزين نتكلم في النقطه دي. احنا بس النقطه الاهم ايه خطه حضرتك الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ الخطه الجايه كلها خير ان شاء الله. وهنبني الارض وهنعمل خير كتير. هنعمل ان شاء الله مسجد على مستوى الجمهوريه وهنعمل كمان ارض تاني جنبها لرعايه الناس اللي هم بلا مأوى. هنبني مبنى خدميه باذن الله على مستوى الجمهوريه نساعد فيها الستات والرجاله وبرده بتعليمات وتوجيهات معالي الوزيره. طيب حابين في نهايه البث مباشر ناخد كده كلمه من الحاجه فاطمه وتعقيب حضرتك عليها. تمام. حابه تقولي يا حاجه فاطمه؟ عايز اقول انا هقول لهم انا اجرت في القاهره واجرت وجيت اكثر من 200 شقه. كل مره اتكسر الكالون والشاور على الشقه اللي فيها واتكسر ايه في الشاور على الشقه اللي فيها. انا عايزه افهم مين اللي بيحاربني. عارفين ليه بقى يا جماعه الكلام ده؟ مين اللي بيعمل كده معايا وليه من عندي ايه؟ كل حاجتي رايحه مهدور حقي. عارف ليه بقى؟ لان هي ست كبيره ومسنه وملهاش حد يحميها والناس شايفينها لوحدها. وانت عارف المتسولين والحراميه في الشوارع ازاي. هي بتمشي تلف في الشارع وترجع مثلا تقعد في شقتها ولا عشتها زي ما بتقول. الناس بيستولوا على حاجتها. فهي كده خلاص بقى عندها اعتقاد ان كل ما بتروح مكان الناس بيسرقوها وبيهجموا عليها. فهو ده بقى خلاص مبدا عندها. اكتر من 200 شقه. انا وين انا خمسه اقول لك عنوان مدينه على خمسه شارع عبد المنعم ريان في الحي الكامل مدينه نصر
شقة في دور الأرض. ده يعني فعلا عنوان كده. أيوة ده عنوان حقيقي فعلا. قاعدة معايا. أيوة ده لا لا ده عنوان فعلا. بس أنا هعمل إيه؟ حضرتك دلوقتي دي ست كبيرة محتاجة حد يرعاها. هل أنا أسيبها تقعد في الشارع عشان يرجعوا يؤذوها تاني ويبهدلوها؟ كنت مأجرة الشقة بكام؟ ب 2000 جنيه. تدفعيهم منين يا ده الكلام ده من كام سنة؟ الكلام ده والله مش فاكرة بس. من حوالي. كنت بتجيب فلوسها منين؟ اخويا كان بنتي بعملت عملت لبخ في حقه ده هو اللي كان بيشفعك. انا بلبخ في حقه نهار اسود. ده بقى ده هو اللي كان بيشفعك. هو اللي طيب. سفرك. طب هو امبارح كان جاي عايز منك ايه يا فاطمه؟ انا اللي كنت عايزاه يجي. انت كنت عايزاه يجي؟ طب والله انت ما خدتيش ليه؟ طب اقسم بالله يا ست اصيله بتدافع عن اخوها ربنا يكرمها. يعني ما تدخلش هنا وخدك من بمحضر رسمي. شكل من عين. رسمي ماشي ماشي ليه ما خدتيش؟ لا لا هو ليه الاحقيه؟ لا طبعا ما اقدرش اقول له لا طبعا. هو ليه الاحقيه؟ يقدر ياخدها بالقانون لو هو عايز. ازاي اللي بتقوله لا؟ هي قالت له لا. هو لو عايزك هيدي الاحقيه. انا بقول له لو هتاخدها وترجعها الشارع بيقول لي اه ترجع. هياخد حاجتها تاني وهيرميها الشارع. في الاخير واجد واجد دكتور صمنا دي تكون متخوفه من جواك الشارع مره اخرى. يا عم الحاج الشارع مين انت فاهم غلط. انا مش في الشارع. انا بقول لحضرتك احنا بني جدا واراضينا وبيوتنا كلها متاخده غاده. في حاجات كتير بتاعتها متاخده وربنا يرد لها حقها وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد خد حقها وظلمها او جه عليها حسبي طيب الله. بس عايز اقول كلمتين بعد اذنك معلش. تعقيب اخير. طيب تعقيب اخير من حضرتك. كنا حابين نسمعك بعد الحاجه فاطمه على كل اللي هي قالته. يعني تعقيبك ايه على الكلام ده؟ تعقيبي طبعا ان دي ست معديه 70 سنه محتاجه حد يحميها ويخلي باله منها. اخوها بنفسه قال لي امبارح هو انا راجل قاعد هخلي بالي منها عشان زوجته متوفيه هيخلي بالي منها ولا اروح شغلي؟ انا مش هبقى فاضي للكلام ده. ولما هو شاف ان في فلوس عايز ياخدها طب وبعد كده لو فاطمه الشيمي رجعت تاني الفلوس الفلوس ضاعت منها ورجعت الشارع تاني ايه اللي هيحصل؟ يعني كده ورقها اللي انا عملته لها ده كله هيروح. انا عامله لها ورق وبطاقه وشهاده ميلاد وعملت لها حساب بنكي وامنت لها مستقبلها وحاجات الحاجات دي هتروح فين؟ يعني كده دكتور صمنا نديم من باب الانسانيه والرحمه متخوفه منه. طبعا خايفه عليها جدا. احنا معانا جوه الناس. تعالى شوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا يكرمها يا رب. ان شاء الله هنعمل لك كل اللي انت عايزاه. اخر حاجه بس اخر حاجه عايزه اقولها لك. انت مش عارفه ان ولادك او اخوكي لو عايز ياخدك يقدر ان هو ياخدك من الاسم عادي؟ ان هو يروح يعمل محضر وياخدك عادي؟ ياخدني عادي. طيب لما حضرتك عارفه كده تفتكري مثلا مدام سمر متحفظه عليك ليه؟ انا متحفظه عليها. انا محافظه عليها. بيقول لي حضرتك متحفظه عليها من الشارع. الناس بتوع التضامن قالوا مشوها. هي مش عايزه تمشيني. لو انا كنت مشيتها وسمعت كلام وزاره التضامن لما جم كنت هرجع لها حقها ازاي؟ انا كنت هرجع لها حقها ازاي؟ حقك راجع. امبارح عملنا البطاقه بتاعتك كتبنا مشاهدين جديد اهل مصر كان معكم مرسي وكم حسن.